بالعكس، نحن لن نغذي أي سلطة، لا ضد سلطة محلية ولا غيرها. نحن نعزز المطالبات الحقوقية العادلة، ولا يمكن إلا أن نقول إلى جانب الناس. أنا لما أقول لك مثلا معطلة المجالس المحلية، هل هذا تقدر سخط؟ هذه مطالب ناس يطالبون بتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ناس يطالبون بتفعيل أجهزة المناقصات والمزايدات في المشاريع، ناس يسألون يقولون أين الملايين والمليارات التي في خزينة الدولة المحافظة، أين لم نراها؟ مخصصات النفط التي اليوم يعني حصل بين المحافظ او السلطه المحليه والسلطه والحكومه حديث عنها، اين هذه الملايين؟ اكثر من 400 او 570 مليون دولار منذ 4 سنوات، اين ذهبت هذه المخصصات؟ الناس تسال، ونحن كاحزاب سياسيه واجبنا اننا نقف الى جانب من يطالب بحقه. والأحزاب السياسية ما كانت ولم تكن إلا للوقوف إلى جانب المواطن، وإلا لم يكن لها دور. الأحزاب السياسية مهمتها هي حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على مؤسسات الدولة والإسهام في تعزيز العمل المؤسسي في الدولة. فليس المسألة مسألة تحريض ضد أحد، ولسنا ضد أحد، نحن مع الحق.